بنشوف مع بعض الموضوع الثالث من موضوعات مادة إدارة التمريض وشؤون المرضى. الموضوع بعنوان تدريب العاملين في إدارة التمريض. بنشوف النقطة الأولى اللي هي مفهوم التدريب في إدارة التمريض. التدريب في إدارة التمريض معناه التنمية المنظمة والمستمرة. كلمة تنمية يعني الزيادة أو زيادة. بنقول الزيادة المنظمة والمستمرة للمعلومات وللمعارف وللقدرات وللمهارات للعاملين في إدارة التمريض. كذلك التحسين المنظم والمستمر للاتجاهات وللسلوكيات الخاصة بالعاملين. هنا نفهم من كده ان ممكن التدريب يحول اتجاهات العاملين من اتجاهات سلبية نحو العمل الى اتجاهات ايجابية نحو العمل. من خلال التدريب انا بعرف ازاي اؤدي شغلي باحسن طريقة ممكنة، فبالتالي ده بيحول اتجاهاتي السلبية نحو العمل وكرهي للعمل في المستشفى بيحولها الى اتجاهات ايجابية وهي ايه؟ حب العمل في المستشفى. كذلك بيحول التدريب بيساعد في تحويل سلوكيات العاملين من السلوكيات السلبية الى السلوكيات الايجابية. السلوكيات السلبية دي اللي هي ارتفاع معدلات التأخير والغياب وترك العمل او دوران العمل. بنحول السلوكيات السلبية دي الى سلوكيات ايجابية اللي هي انخفاض معدلات التأخير والغياب وترك العمل. كل ده الهدف منه التنمية المنظمة والمستمرة للمعلومات وللمعارف وللقدرات والمهارات والتحسين المنظم والمستمر للاتجاهات والسلوكيات المطلوبين للعاملين في إدارة التمريض. كل ده بهدف أداء الخدمة التمريضية للمرضى والمصابين بشكل متميز وبأعلى درجة من الكفاءة والفعالية. بننتقل للنقطة الثانية في هذا الموضوع وهي خصائص التدريب في إدارة التمريض. الخاصية الأولى أنها عملية منظمة وفقا لخطة تدريبية معينة ومستمرة لاكتساب أو لإكساب كل ما هو جديد في مجال التمريض للعاملين في إدارة التمريض. الخاصية الثانية أن هي عملية شاملة لجميع جوانب الفرد، سواء معلومات الفرد أو معارفه أو قدراته أو مهاراته أو اتجاهاته أو سلوكياته. الخاصية الثالثة أن هي عملية شاملة لجميع وظائف إدارة التمريض، سواء كانت وظائف كتابية أو إدارية أو فنية أو غير فنية. أن عملية التدريب عملية هادفة لأداء أو تهدف إلى أداء الخدمة التمريضية بشكل متميز وبأعلى درجة من الكفاءة والفعالية. بننتقل للنقطة الثالثة في الموضوع اللي هي أهمية التدريب في إدارة التمريض. الأهمية الأولى تنمية المعلومات والخبرات والقدرات والمهارات وتحسين الاتجاهات والسلوكيات لدى العاملين في إدارة التمريض. الأهمية الثانية رفع كفاءة أداء العمل التمريضي. الأهمية الثالثة خفض معدلات أخطاء العاملين في إدارة التمريض. الأهمية الرابعة زيادة قدرة العاملين على الأداء الأفضل مما يؤدي إلى رفع مستوى رضاء العاملين وزيادة ثقة العاملين في أنفسهم. النقطة الرابعة اللي هي أهداف التدريب في إدارة التمريض. الهدف الأول تدريب مشرفين ومشرفات التمريض على إدارة أعمال التمريض. الهدف الثاني تدريب الممرضين والممرضات
الجدد على أعمال التمريض. الهدف الثالث تخفيف العبء على مشرفين ومشرفات التمريض. الهدف الرابع اكتشاف الكفاءات في إدارة التمريض لشغل الوظائف التمريضية المختلفة وبصفة خاصة الوظائف الإدارية. الهدف الخامس زيادة كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة التمريضية. الهدف السادس تعريف العاملين بالأساليب الحديثة في العمل التمريضي. الهدف السابع تحسين اتجاهات وسلوكيات العاملين في إدارة التمريض. بنكمل أهداف التدريب في إدارة التمريض. الهدف الثامن تخفيض تكاليف الأجهزة والمعدات والأدوات التمريضية، وذلك من خلال تعلم أنسب الأساليب للتعامل معها. الهدف التاسع تقليل شكاوى العاملين وحل مشاكل التأخير والغياب وترك العمل. الهدف العاشر والأخير تقوية العلاقات والاتصالات بين العاملين. بنشوف النقطة الخامسة في هذا الموضوع اللي هي مبادئ التدريب في إدارة التمريض. المبدأ الأول أن يكون التدريب اختياريا، ومعناه أن كل فرد لديه الحرية في قبول أو رفض الانضمام في أي برنامج تدريبي تعقده المنظمة أو المستشفى. المبدأ الثاني أن يكون في فصول قصيرة ومتتابعة، يعني ممكن نقسم البرنامج التدريبي إلى عدة أجزاء، كل جزء بيستغرق فترة قصيرة ولتكن أسبوعين أو شهر. المبدأ الثالث مراعاة التنوع في أساليب التدريب ما بين محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. المبدأ الرابع مراعاة الاختلاف في معدلات تعلم الأفراد. عندنا في أفراد بيتعلموا بمعدلات سريعة وفي أفراد بيتعلموا بمعدلات بطيئة. أخيرا وضوح أهداف التدريب في أذهان المتدربين. هنا النقطة السادسة بتقول كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية في إدارة التمريض. والكلام ده معناه إزاي أعرف مدى حاجة العاملين في إدارة التمريض إلى التدريب، أو هل هناك حاجة حقيقية لتدريب العاملين في إدارة التمريض. أعرف الكلام ده من خلال دراسة المشكلات الحالية مثل انخفاض مستوى الخدمة التمريضية وارتفاع شكاوى المرضى وغياب ودوران العاملين أو ترك العاملين للعمل في إدارة التمريض. أيضا من خلال توقع المشكلات المستقبلية، وكذلك عن طريق وجود فجوة أو فرق بين تقييم أداء العامل أو الموظف في إدارة التمريض والوصف الوظيفي لوظيفته. بننتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا الموضوع اللي هي طرق التدريب في إدارة التمريض. عندنا الطريقة الأولى التدريب قبل التعيين، وده بيكون في مدارس وكليات التمريض وفي المستشفيات. وفي عندنا طريقة تانية اللي هي التدريب أثناء العمل، وفي طريقة تالتة اللي هي التدريب المتقدم على الأساليب الحديثة في العمل التمريضي. وبكده نكون انتهينا من شرح موضوع تدريب العاملين في إدارة التمريض.